طيب هرجع مع حضراتكم لخبر هام ايضا، وهو في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ايضا في اللياقه البدنيه لطلاب المدارس، وده احنا كنا بنتكلم عليه الصحه. وزاره التربيه والتعليم هتعمل مؤتمر صحفي بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم للاعلان عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءه اللياقه البدنيه لطلاب المدارس على مستوى الجمهوريه. هروح مع حضراتكم دلوقتي لبث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز مع زميلنا محمد بهاء. صباح الخير عليك يا محمد، ويهمنا انك تقول لنا ايه لو في ابرز عناوين هذا المؤتمر، خصوصا مع انطلاق مشروع قومي جديد هو يتعلق بصحه ابنائنا الطلبه في المدارس. صباح الخير عليك يا اسماء وعلى الساده مشاهدي اكسترا نيوز. كما ذكرتي بالفعل هو مؤتمر صحفي ياتي برعايه وحضور وزير التعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي. هذا المؤتمر من المفترض ان يبدا خلال ساعتين من الان للاعلان عن تفاصيل البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءه اللياقه البدنيه لطلاب المدارس على مستوى محافظات الجمهوريه، والذي ياتي تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب والذي عقد في القاهرة في سبتمبر 2019. هذا المؤتمر أسماء هو عبارة عن برنامج تأهيلي مفتوح بيستهدف رفع الكفاءة البدنية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال ممارسة الرياضات البدنية كالجري والقفز وغيرها من الرياضات الفردية. من المفترض أيضا خلال هذا المؤتمر أن يعلن الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل ومحاور وآليات هذا المشروع، المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية، وأيضا الإعلان عن موعد نظام الالتحاق والمشاركة في هذا المشروع، لاسيما أنه سيتم منح الطلاب مدة حوالي شهر ونصف للتأهيل ورفع الكفاءة البدنية، ثم سيخضعوا لاختبارات على مستوى الأفضل في المدرسة، ثم التصعيد على مستوى الإدارة، ثم المديرية، ثم اختيار الأفضل على مستوى الجمهورية. وهذه الاختبارات ستجرى في أوقات الفسحة أو بعد انتهاء اليوم الدراسي، بالطبع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما تعلمين وكما ذكرنا هي رياضات فردية لا تستدعي الزحام أو التزاحم. نعم أسماء، أنا بشكرك جدا يا محمد، شكرا للزميل محمد بهاء. وبكل تأكيد يا محمد هتعود مرة أخرى على إكسترا نيوز عشان تقول لنا ماذا حدث خلال هذا المؤتمر، ونتابع معاك آخر المستجدات. بشكرك مرة تانية يا محمد، ويومك سعيد إن شاء الله.